مش فيهاش جاي لنا كده حقنا كنا في البيت طلعونا بره. اللي يعدي يقول شنو بيعمل لنا الكلام وكل اللي يعدي يقول لك لا شنو ديت وحشه. لا مش هيبقى عشان قايله الرحمه على النساء والاطفال كنا حاطين واحده عند المدرسه مكتوب فيها ماذا بعد اهانه النساء وتشاد الاطفال. يعني الدوله مستنيه ايه تاني؟ الرفقه مستنيه ايه؟ دلوقتي بتاع عندنا بطاريه بس بقى بنقول يا ستات اه بقينا بطاريه كشافات كده ويتفرجوا علينا كده الرجاله ممكن يقعدوا بره يولعوا ولا بطاريه ولا لا بطاريه والعساكر بيجوا بالليل يقولوا زوروا العشاء تاكلوا العشاء وحشه في مصر. طب فين مصر؟ مصر مش بتدور علينا ليه؟ يعني هم بيقولوا فين؟ يعني احنا دلوقتي احنا بندور شكل مصر. هم يعني مصر بريئه من اللي عمل فيكم كده. مصر بريئه؟ لا ده احنا لا ده احنا عايزين بصي عايزين نغير جنسيتنا نخلي جنسيتنا تبع امريكا وتبع اي دوله اجنبيه غير مصر بعد الاهانه بتاعتنا دي. احنا مش عايزين مصر. متعلمين وعارفين ان في البلاد التانية بياخدوا الحيوانات يقلبوها في الشارع. انت دلوقتي لو عندك شويه طيور تشوفي في النط مش هتلاقي فيش زي كده. مش في بلاد مش من ادمين هتحطي يعني طيور فيش زي كده وهتقولي لا اعمل لها مكان. احنا دلوقتي بني ادمين ولا ادميتنا في حقوقنا. احنا في حقوق الانسان. اما ياخدونا من بيوتنا ويرمونا في الشوارع ما يعرفش ان شعبه قاعد في الشارع والاطفال متشرده في الشارع. ما يعرفش ان احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا تبع دوله مين؟ تبع دوله مصر؟ فين مصر؟ فين حكومتنا؟ فين الرئيس؟ فين نظام مبارك عمال تقول لك ايه؟ امومه وطفوله، ما احنا امومه مرميه في الشارع والاطفال متشرده. فين نظام مبارك قلت لك انا عامله بعمل مؤتمرات وتيجي شويه مؤتمرات وحاجات كده حاجات ومكتبه مكتبه ايه؟ حد وصل لكم حاجه ثانيه استاذ مصطفى بكري؟ لا استاذ بكري نزل الاسره. مصطفى هو اللي جه ادالكوا حاجات وادالكوا بطاطين وكده. لا 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 مش كله 18 احنا دلوقتي 35 اسره 30 اسره 12 بس وال 15 ما خدوش حاجه 25 ما خدوش حاجه. حد ثاني غيره جالكوا؟ لا مسؤول او لا مفيش حد لا مسؤول ولا اي حاجه. مفيش الا كانوا في مسؤولين هنا بيفتحوا مدرسه فيها شويه بويه وجايبين بقى ايه ناس كتير قوي. المدرسه اللي صورها هناك دي قولوا شويه بويه كل الصحافه دي وكل الناس دي وكل الرتب ده عشان شويه بويه. ايه الحياه اللي انتوا فيها دي؟ ما انتوا تشوفوا المرميه في الشارع. ايه ده؟ هي امنه الحفظ الوطني مشيره مشيره خطاب مشيره خطاب. انا معروفه وانا هاجي لكم وانا هحل لكم. انا معروفه الناس كلها وهاجي لكم. مشيت ولا عملت اي حاجه كانت جايه تفتتح البويه الجديده اللي عملوها للشارع المدرسه. احنا اصلا كلها مقاطعه الشارع. بصي العيله دي كلها تبعنا مش هنروح مدارس هنروح عندهم ازاي؟ هنروح عندهم ازاي؟ هم